فيروس أصبح وباءه ثلاثي، من الحيوان في البداية إلى الإنسان ومن ثم إلى الحيوان مرة أخرى. للحديث عن ذلك ينضم إلي من الدمام الطبيب البيطري الدكتور أحمد الويمي عبر سكايب. دكتور مساء الخير، هل أصبح فيروس كورونا فعلا وباء ثلاثي وينتقل من الإنسان إلى الحيوان بعد أن انتقل عكسيا؟ أهلا وسهلا، فرصة طيبة أن نلتقي معكم في هذا اللقاء. قبل الإجابة على ما تفضلت من سؤال، بودي أن أتقدم بإعجابي وتقديري واعتزازي بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الجهات الرسمية في حكومة المملكة، والتي في الواقع سجلت تميزا كبيرا على مستوى العالم. وأتمنى أن هذه التجربة المتميزة تكتب ليطلع عليها الأجيال. بالنسبة إلى ما تفضلت به من سؤال التناقل بين الأجناس، لو تسمح لي أنا أخذ السؤال إلى أفق أوسع من ما تفضلت به. تفضل. وهو أن هل هذا أمر طارئ فقط خاص بفيروس كورونا أو لا، هذا أمر طبيعي تتصرف وتسلكه أغلب الفيروسات. لو نظرنا إلى وجود الفيروس في العالم لاحظنا أن الفيروس يكون وجودا واسعا في البيئة في هذا الكون، في هذا الوجود. وطبعا الدراسات البحرية أثبتت دور الفيروس في دوره في حفظ البيئة البحرية في العالم. والآن في دراسات تدل على أن الفيروسات أيضا موجودة وتتعايش مع الإنسان في أمعائه. هناك أكثر من 1000 نوع فيروس طبيعي يعيش في جسم الإنسان ويقوم بوظائف مفيدة للجسم. إذن لو نظرنا إلى هذا الموضوع وأخذنا بالخصوص فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا، لوجدنا أن هذين الفيروسين واسعي الانتشار، يعني يكاد أن ترصد وجود هذين الفيروسين في مختلف الكائنات، من الكائنات البسيطة إلى الكائنات المعقدة في هذا العالم. وهذا يشير إلى أن الفيروس في تناقل مستمر بين الأجناس، يعني ينتقل. ودور هذا التناقل كما نقلت الافتتاحية المجلة العلمية للأحياء الدقيقة البيئية، أن هذا التناقل جزء مهم من تطور الفيروس ونقل المادة الوراثية إلى الكائنات الأخرى، لما له دور في حفظ جنس الفيروس وتطوره وأيضا تطور الأجناس التي تحمل هذا الفيروس. نعم، الكورونا والإنفلونزا واسعة الانتشار. نأتي الآن إلى ما تفضلت به، وهو انتقال هذا الفيروس من الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الحيوان. فالدراسات أثبتت ورصدت هذا التناقل المستمر والدورة المستمرة بين الفيروس والعوائل التي ينتقل إليها. مثلا نحن نتذكر فيروس الإنفلونزا H5N1، رصدت هناك حالات انتقال من الإنسان إلى القطط. وهناك أيضا في قبل أيام نشر بحث انتقال الفيروس من الإنسان إلى القطط وإلى النمس وإلى يعني الآن دكتور أحمد، الآن بعد هذه الدراسة أنه انتقل إلى القطط، هل الحيوانات الأليفة اللي يربيها العديد من المواطنين في البيوت أصبحت مهددة؟ لا يمكن إثبات مدى خطورة هذا الانتقال، لأنه مثلا في الكلاب حصلت حالة انتقال ورصدت الحالة في هونغ كونغ، وكان الكلب تحت الرقابة ولم يثبت أنه الكلب قادر على أن ينقل هذا الفيروس بطريقة عكسية إلى الإنسان. فإذا أنا أرى بأن من غير
الوقت المناسب أن نطلق يعني من المبكر انه هذا نتكلم. النوع من الأحكام يعني. نعم، ايضا دكتور احمد، هل اثبتت الدراسات فعلا انه من بدأ بالفيروس كورونا المستجد هو الخفاش بعد اكله؟ طبعا التحليل الوراثي للفيروس اثبت بان هناك شبه تطابق بينه وبين اصل الفيروس الموجود في الخفاش، الا ان ما هو الظرف وما هي البيئه وما هي العوامل والاسباب التي ادت الى تحول هذا الفيروس الى فيروس بشري ضاري ينتقل بهذه السرعه، هذه الامور ما زالت غامضه وغير واضحه، ولذلك الفيروس ما زال في حاله انتشار وفي حاله بحث عن كسر الحواجز الطبيعية التي تمكنه من الديمومة والاستمرار. نعم. أستاذي الفاضل، انتقال الفيروس بين الأجناس هو عامل طبيعي لأن يحفظ الفيروس نوعه ولأن يثبت وجوده الوراثي في الأجناس الأخرى، فبالتالي طبيعي جدا أن الفيروس يخترق الحواجز الطبيعية بين الأجناس المختلفة ويرتد أيضا إلى العائل الأصلي في نعم. دورة نعم. مستمرة. الطبيب البيطري من الدمام الدكتور أحمد اللويمي، شكرا جزيلا لك، وأيضا حتى الحيوانات الأليفة لابد من عزلها إذن.